السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. ودابا خصكم الطلبه قبيت الله، راه عندنا الخدامه يجلجوا للجامع، ونتينا نكون خفيفه على قلوبكم، ودخلوا على خوتي عندي وديروا ابوني وجيم. ودابا الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا الله يجازيكم بخير. ودابا راه نخبز قدامكم الحرشه الخدامه ليا ويا الله. هانتوما السميده كيلو بارك السميده، هكا زي الزيت، الملحة. ودابا خوتي الخمارة، ودابا نضرب الطاجين، نتوما السمنة. نشوفو نضربو بالزيت قدامكم، ندير له السميد، مزيان بالسميدة باش ما تسق ما والو. هانتوما لي درتها نشركها معاكم، دابا باقا بيت الله لي درتها نشركها معاكم. دابا انا درت هداك كلشي درتولها، ودابا انا غنخوضها. نتمنى زانتوما تعجبكم. كيما دخلتي في هداك الزيت وداك الخميرة مزيان، السميدة باش إن شاء الله نجمعها. دابا نخلط هاد الماء خويا، قد ما جريتيها مزيان مزيان تجي خفيفة، الشارية ديالها نشرب شوية نحطها قدامكم. دابا انا نجمعها نتوما، انا جمعتها نزربو السميدة هنايا. كما كانت العجينة مطلوقة دغيا تتمشي في الطاجين، وتنتمنى من المشاهدين ديالي يدخلوا عندي ويبارطاجي وتاهي انا عندي ويديروا ريجيم. اللهم تعالى لا يوقف معاكم اخوتي، الله اللي يعاونكم كيما عاونيني على دوك الكومونتيرات الزوينين اللي كتسردوا لي. اللهم تعالى يزيد لكم الايام، وشكرا لكم اخوتي التعامل اللي معاونيني، شكرا لكم. هذا الجناب ديالي هانتوما درتها نشركها مع خوتي. نتمنى زينبكم خفيفة على قلوبكم، وشكرا لكم خوتي المشاهدين. درتها نشركها معاكم،
دابا انا صورتها وساليتها، دابا انا غنديرها طيب. وانتوما دابا انا هانتوما يا طابت لي شوف واش طابت، كنتمنى هانتوما تعجبكم. وانتوما درتها شركة مع خوتي، هي درتها شركة معاكم. هيا دابا طابت هانتوما جهة، هيا طابت نتوما، نتمنى هانتوما تعجبكم. وانتوما دابا انا تنطيب الحليب نشارك مع خوتي المشاهدين كل شيء، الحليب واتاي والحرشه وكل شيء نشاركو معاكم. وعاونوا لنا خوتي المشاهدين، عاونوني بابوني وجيم، ودخلوا عند اختكم يطا ودفعوا شي دفيعه. وشكرا لكم اخوتي المشاهدين على التعامل معايا وعلى هذوك الكومنتات الزوينين بحالكم، اللهم تعالى يزين لكم الايام. وانتم تتشوفوا خصكم يطا، دابا راه بيت الله ما قدرش نتخلى على بيت الله، تنسالي دابا راني تندير لجلج الارض ديالو ونساليه، وهذيك الساعه نخرج وفين ما طلبتو مني نديرو، اللي طلبتو مني نديرو. وانتوما دابا انا تنطيب الحليب، دابا انا غنعمر اتاي ونكون تاينه خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم اخوتي المشاهدين. السلام عليكم المشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتوما الوالده كطيب الحليبه ليا هادي امي. لا لا الخدامه بنتي حتى تطيب، حتى نعطي لبنتي ونعطي للخدامه، اسبق هي دابا الخدامه سبقوهم ضروري، ونعطي لبنتي حتى هي حليبه. يعطيك الخير. يعطيك الحليب. نتمنى كل شيء نشاركو معكم، دابا انا نعمر اتاي قدامكم، الحليبه طيب، نتمنى نشاركو مع خوتكم، نشاركو معاكم، بسم الله. نتمنى هاد الكويز دا تا هو يعجبكم، وكلشي تتعرفوه تا نتوما، غير تنبغيو بسم الله تنبغي نشارك مع خوتي كلشي لي درت تنشاركها معاكم. انا درت كويزاتي ونشدو كلشي، راه تعرفي عمر دابا اتاي. المهم لي درت احنا كنشاركو معاهم، لي درت تنشاركها معاكم. دابا انا ندير السكر، يلا تبقى تتلاوى بزاف. تا تكويز دا تا هو يعجبكم. انت كمرت خويا الحليب حداك، هاد الكويز دا تيشاركو مع خوتي من عيالكم تا نتوما. انا نشحرو ان شاء الله. صافي طيب، نشارك معاكم كل شيء، نشارك مع خوتي المشاهدين العزاز الغاليين. نتوما دابا الحليب نحيدو، نصبغ اتاي ندير لي قامة، هاهي درتها. ونتوما تنتمنى الكويز اللي تيعجبكم. نتوما المشاهدين ديالي كما طالق الرز كويس، واش من كويس الوالد، كويس واش من كويس. نتمناه المشاهدين ديالي هاد الكويس نعطيوه للمشاهدين. لي درت نشاركو مع خوتي، ودابا انا نحط الفطور الخدامه ان شاء الله يا ربي، وانتم تابعوني انا نحط الفطور الخدامه ان شاء الله يا ربي. وانتم نتمنى لكم هاد الخبيزه، هانتم هنا نقطعها قدامكم، فهمت تقطعها قدامكم. وعاونوا اختكم يطلب ابوني وجيمو هاونوها ودفعوا شي دفيعه، اللهم تعالى الله لا يعاونكم اخوتي المشاهدين. وقفوا معايا الله لا يوقف معاكم. وانتم انا دابا قطعتها قدامكم ان شاء الله يا رب.
دابا طاسه الناس يعجبكم سنتوما نشرك على خوت انا كنت حسد ابنا ان اخوت شعلنا الفطور الخدامة. السلام عليكم مشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، احبكم في الله عز وجل، عواشركم بركة. وانا اليوم عندي الخدامة ان شاء الله، اليوم انا ديت الجديد ان شاء الله، والخدامة عندي راه كيقول لها واحد الفورما ان شاء الله بحول الله تبارك. عزيز أيا جيت تفطر دابا حنا غادي نفطر ان شاء الله الاخوان الصناعيه ديالنا اللي يجيو معنا ونقضوا مع المسكين اليوم كاين السوق هو واش كاين سيات انت حنا مغاربه بليد البصمه شكرا للمشاهدين يا ولي الاعزاء الغاليين، تحيه لكم لكل المشاهدين، شكرا لكم بزاف، كنحبكم في الله عز وجل ونكون خفيف على قلوبكم ان شاء الله. الدعوه ديالكم معنا، واللي ما ابونيش عندي تابونا عندي، والعواشر هذه والمسامح الكريم، والله يتقبل منا جميعا هذا الشهر ان شاء الله في الصيام وبالمعاملات الخير ان شاء الله عز وجل. وحنا بيت الله عز وجل، الله يقضي حوائجكم جميعا ويسر لكم الله الامور في الحياه ديالكم كلكم ان شاء الله بحول الله. وقبلوا علينا، المهم الموجود حنا كنديروا الخدمه ديالنا اللي قسم الله كنوكلوا لهم وكناكلوا معاهم. شكرا لكم بزاف، تحيه خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا خوتي الجزائريين، تحيه لكم بزاف، كتحبونا في الله عز وجل كما حنا احببكم في الله عز وجل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.